السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو بسيط جدا، هو البنوك المتاحة للتقديم. طبعا اللي قدامكم دي ميلات لبنك الاسكندرية. بدأ البنك يبعت من النهاردة لناس قدمت من 3 شهور. ما تيأسوش يا جماعة، انتوا هتبعتوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، حتى لو هتبعتوا يوم ويوم، كل اسبوع مرتين، استمروا. انا عملت كده في العقار وبعت لي، وما كنتش اعرف اصلا ان انا قدمت فيه. انا كنت اي ميل كده بتابعه بقدم على طول. هتحطوا كفر ليتر والوظيفه اللي هتقدموا عليها، تمام. هنزل لكم الميلات دي، هتاخدوها كوبي من الديسكريبشن بتاع الفيديو. باذن الله القناه هتكون عن تقديمات البنوك وامتحانات البنوك، يعني مش الامتحانات بس. هنوفر لكم اللينكات والبنوك المتاحه، الميلات اللي الصح المفروض تبعت لها، وازاي تبعت، البنوك اللي فاتحه، بحيث محدش ينزل يبعت في بوست بيكون نازل يكون البوست اصلا فيك ومفيش حاجه فاتحه، تمام. بالنسبه للجمارك المصريه هنزل هنا، فيا ريت كل حد، انا على فكره مش بقول على اللايك بس عشان محدش يقول انت عامله القناه عشان لايك ومش عارفه ايه المشاهدات. يا جماعه اللايك ده بيرفع الفيديو لناس اكتر، يعني انت كده بتفيد زميل ليك تاني، تمام. انا القناه هتكون شامله كل حاجه، امتحانات، تقديمات، كورسات، كل حاجه، اللينكات، الامتحانات. طبعا هنزل لكم لينكات برضو لكورسات، يعني انا بس هاخد لينكات المرحله مثلا الانجليش، المرحله الاولى احنا بنسميها مرحله اولى في البنك الزراعي. طبعا بس هناخد لينكات الانجليش، هنزلها في لينك واحد، لينكات الاي كيو في لينك واحد، اي حاجه تانية زياده هنزلها. بالنسبه للكورسات هنزل لكم كورسات عن المعهد المصرفي، وكورسات عن مايكروسوفت اوفيس، وكورسات عن الماركتنج، كل يعني كل الكورسات اللي انتوا عايزينها. الناس تكتب عادي في الكومنتات ايه الكورس اللي انتوا عايزينه، هنزله لكم بشهاده معتمده. والكورس هيكون محتوى مفيد جدا، استفادوا منه كمعلومات، تمام. ده يا جماعه اللينك بتاع بنك البركه، انا هنزل لكم طبعا كل لينك، انا هنزل هنا بس سكرينات، لكن كل لينك هنزله في الديسكريبشن. الديسكريبشن ده في ناس ممكن ما تعرفوش، اللي هو دوسوا على عنوان الفيديو هيظهر لكم، هكتب على كل لينك بتاع ايه، تمام. ده بنك البركه هيظهر لكم، انا مجرد ان اجيب لكم الدخول على الابلكيشن على طول، هتدخلوا على طول هتملوا بياناتكم. طبعا قبلها تكونوا محضرين سي في كويس عشان هتحملوا السي في بتاعكم، تمام. طبعا لازم تقدموا في كل حاجه، انا هنزل لكم كل اللينكات الصح، ولازم تقدموا على طول باستمرار، تتابعوا الفيديو، تاخدوا اللينكات دي كوبي تحفظوها عندكم على الخاص، كل فتره او كل يومين ثلاثه تبعتوا عادي، قدموا بس الحاجات اللي فيها ابلكيشن، يعني مره او اتنين بس، وممكن مره واحده، لكن اللي فيها ميلات كرروا كتير، تمام. ده ميل لبنك القاهره، طبعا تكتبوا في السبجكت كاستمر سيرفيس اوفيسر او تيلر، وطبعا هيكون محضرين كفر ليتر. حضروا كفر ليتر يا جماعه، هتستخدموه في كل تقديمات البنوك بالميل، تمام، ضروري جدا الكفر ليتر. طبعا ده الفورم بتاع بنك مصر، ده تبع اتش ار، برضو قدموا فيه يا جماعه، تمام. ده ابلكيشن زي بنك البركه. انا ليه بجيب هنا، بجيبهم هنا ليه في الفيديو، ما كنت قلت لا انا هبعت اللينكات كده وانزل فيديو من الخلاصات، بس عشان اعرفكم كل لينك ايه تبع ايه، تمام. ادخلوا على الوصف بتاع الفيديو عن طريق عنوان الفيديو، هتدوسوا عليه هيظهر لكم الوصف، وهتقدموا على كل دول، تمام. منتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله في جديد عن تقديمات البنوك، وهنبدا برضو للجمارك المصريه، مش هنبدا غير مش هنبدا يا جماعه زي اللي حصل في الضرايب ده. طبعا انتظروا مفاجأة كبيرة جدا، واهم حاجة ان شاء الله اغلبية الناس هتحل كويس وهتنجح باذن الله. ما تنسوش طبعا يا جماعة اللايك، انا مش بنبه عليه كتير، بس اللايك بيرفع الفيديو، مش بيضيف لي والله اي حاجة، بس على اقل مجهودي ما يقدرش الناس يوصل لناس اكتر واكتر، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.